الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعتدنا أن تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني في تاريخ 23 من شهر سبتمبر من كل عام، وهذا التاريخ يعتبر يوم ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية وتأسيسها. ومنها فقد تم إصدار المرسوم الملكي بتوحيد جميع أجزاء الدولة السعودية الحديثة لتصبح المملكة العربية السعودية. ومن هذا المنطلق سوف نستعرض لكم بعض المعلومات عن بلدنا الحبيب، ألا وهو علم المملكة العربية السعودية. يعد العلم في المملكة العربية السعودية رمزاً للحاكم وللدولة، وعرف العلم بأنه مستطيل الشكل، ولونه أخضر. قصته كلمة التوحيد الشهادتان، لا إله إلا الله محمداً رسول الله. سيف مسلول تحتهما موازٍ لها، وترسم الشهادتين والسيف باللون الأبيض. يعتبر العلم السعودي هو العلم الوحيد الذي يحظر ملامسته للأرض والدخول به لأماكن غير طاهرة أو الجلوس عليه، ولذلك لما يحمله العلم من دلالة دينية تعتز بالدين الإسلامي، وبإضافة كلمة التوحيد الإسلامية ألا وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. هيا بنا نستعرض بعض من الألعاب والأنشطة الخاصة لليوم الوطني. السؤال الأول، ما هو علم المملكة العربية السعودية؟ هذه الصورة أم هذه أو هذه؟ أحسنتم. السؤال الثاني، ما هي العبارة المكتوبة بداخل علمنا الجميل؟ لا إله إلا الله أم الله أكبر أم لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أحسنتم. النشاط الثالث، صل الكلمة بالصورة المناسبة لها. المربع الأول المؤسس، الثاني الملك، الثالث ولي العهد. إذن من هو مؤسس المملكة العربية السعودية؟ هو الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله. ومن هو الملك؟ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. ومن هو ولي العهد؟ هو محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. السؤال الرابع، ما هي عملة المملكة العربية السعودية؟ هذه العملة أم هذه أم هذه؟ أحسنتم. هيا بنا نرفع العلم ونردد النشيد الوطني. سامعي بالمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق اخضر يحمل النور المسطر، مجدي الله اكبر يا موطني، موطني قد عشت فخر المسلم، عاش الملك للعالم والوطن. سأخط بيدي رسالة حب لمن؟ لي بابا سلمان، أحبك بابا سلمان. وكل عام يخلد حب الوطن في قلوبنا،
دام عزك يا وطن، إلى اللقاء.